ونحن في هذه الليلة مع قصة من القصص التي حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. يقول: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، في 53 رجلا من قومه، أكثر من 50. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني أهل السفينة، يعني لأهل السفينة: سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر على حفصة بنته، دخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه، البحرية هذه التي ركبت البحر؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت، يعني أسماء بنت عميس: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قال: فلقد رأيت، قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. هذا الحديث متفق على صحته، رواه الإمامان أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم والحجاج النيسابوري في صحيحين. يقول أبو موسى الأشعري: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم
ونحن باليمن. يمكن أن يكون المخرج يعني البعثة، ويمكن أن يكون الهجرة. بلغتهم الدعوة فأسلموا وأقاموا ببلادهم في اليمن، وأهل اليمن سباقين في الخيرات. أقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا الهجرة، أن الهجرة واجبة وأنه لا بد من الهجرة، فعزموا عليها. لكن الذي أخرهم إما عدم بلوغ الخبر إليهم، أو عدم علمهم بما كان المسلمون فيه من المحاربة مع الكفار. لم يكن هناك وسائل اتصال في القديم مثل الآن لتعرف الأخبار أولا بأول، فربما يمكث الواحد شهورا لا يعرف ماذا يحدث في المكان الآخر. فلما بلغتهم المهادنة طلبوا الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وربما أنهم مروا بمكة في حال مجيئهم إلى المدينة، ويجوز أن يكون هذا المرور في وقت الهدنة بين النبي عليه الصلاة والسلام وكفار قريش. يقول أبو موسى: أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة وهو اسمه عامر، وأبو رهم الثاني واسمه مجدي بالياء المشددة، مجدي. وهؤلاء من الأشعريين من أهل اليمن، من الأشعريين من أهل اليمن. ومع أن هذه الكلمة صارت تطلق بعد ذلك على الأشعريين طبعا غير الأشاعرة، لأن بعض الناس قد يتوهم أشياء خاطئة. الأشاعرة منهج في العقيدة ليس سويا ولا مستقيما، وفيه انحراف عن جادة السلف في الأسماء والصفات وبعض القضايا الأخرى المتعلقة بالإيمان والقضاء والقدر ونحو ذلك من قضايا العقيدة. أما الأشعريين هؤلاء، أما الأشعريون هؤلاء فهم قوم من اليمن، منهم أبو موسى الأشعري، معه أخوان له، ومعهم ثلاثة في 53 أو 52 رجلا من قومه، فهم 53 أبو موسى وأخواه 53. ويقول: فوافقنا جعفر بن أبي طالب، فاتجهت السفينة، خرجوا من اليمن في البحر عن طريق البحر إلى الحبشة، وافقوا جعفر بن أبي طالب في الحبشة، لأن جعفر بن أبي طالب خرج مع بعض المسلمين مهاجرا من مكة إلى الحبشة لما اشتد أذى قريش، وقاموا بما يستطيعون من الدعوة هناك والمحافظة على هذه المجموعة التي ذهبت إلى هناك، حتى رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد خيبر، رجعوا إلى المدينة، جاءوا. فالآن انطلق أبو موسى ومن معه مهاجرين من طريق البحر من اليمن حتى ألقتهم مراكبهم في الحبشة، فكانوا معه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومجموعة المسلمين هناك، أقاموا معهم حتى هاجروا جميعا مع جعفر إلى المدينة. وقد جاء في رواية أن جعفر قد قال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. فجعفر بن أبي طالب كان مقيما بالحبشة بناء على أوامر من النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن أنتم الآن قدمتم إلينا، حكمكم حكمنا، فاجلسوا معنا بناء على ما عندنا من الأوامر حتى يأتينا الأمر بالهجرة من الحبشة إلى المدينة، أو بالعودة من الحبشة إلى المدينة. فبقوا معهم حتى قدموا جميعا، وقد قدم بهم عمرو بن أمية وهو بخيبر،
ومع جعفر بن أبي طالب زوجته أسماء بنت عميس، مع اليمنيين أبي موسى وجماعته، وجاء أيضا خالد بن سعيد بن العاص وامرأته وأخوه عمرو بن سعيد ومعيقيب بن أبي فاطمة مع هذه المجموعة عائدين من الحبشة إلى المدينة. قال: فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر مباشرة. غنائم خيبر كانت فتحا عظيما للمسلمين، وفكت ضائقة اقتصادية شديدة كانت نازلة بالمسلمين، ومعروف أن الغنائم توزع على من شهد المعركة، لكن نظرا للدور العظيم الذي قام به جعفر بن أبي طالب في الحفاظ على هذه المجموعة الإسلامية في الحبشة وقيامهم بالدعوة هناك وحكمتهم في دعوة النجاشي، وما حصل من وجود قاعدة إسلامية خلفية رديفة للقاعدة التي كانت موجودة في مكة احتياطية، لأن هنا الدين ليقوم الدين ويستمر، ولو ضرب المسلمون في مكة هناك مجموعة في الحبشة. فنظرا لهذا الدور العظيم النبي عليه الصلاة والسلام أشرك هؤلاء المهاجرين الذين جاءوا من الحبشة في غنائم خيبر مع أنهم ما شهدوا فتح خيبر. ولذلك جاء في رواية في البخاري: فأسهم لنا ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهدها معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، فإنه قسم لهم معهم، فإنه قسم لهم معهم. وكان أناس في المدينة يتباهون أنهم الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم حازوا قصب السبق، وأنهم أفضل منهم عمر الخطاب رضي الله عنه. فالذي حصل أن أسماء بنت عميس وهي زوجة من؟ جعفر، دخلت على حفصة بنت عمر وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عمر على بنته يزورها فوجد أسماء. قال عمر: من هذه المرأة التي عندك؟ فقالت: هذه فلانة. قال: الحبشية هذه أو الحبشية هذه البحرية هذه أو البحيرية بالتصغير؟ أما الحبشية لأنها كانت ساكنة في الحبشة، وأما البحرية لركوبها البحر. ثم قال عمر أنهم أولى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنهم سبقوا بالهجرة، فقالت أسماء بنت عميس: كلا والله، وأنتم كنتم عند النبي عليه الصلاة والسلام ينفق عليكم ويعلمكم، ونحن كنا صابرين على اللأواء والشدة في دار البعداء والبغضاء، جمع بعيد وجمع بغيض، بعداء وبغضاء هناك، لأن ذلك كان بلد نصارى والأغلبية نصارى، وإذا كان الحبشي أسلم، إذا كان النجاشي أسلم ومعه قلة قليلة جدا، فالبقية على دين النصارى، لم يسلم قوم النجاشي، لم يسلم قوم النجاشي، لكنه هو رحمه الله أسلم وبقي ملكا عليهم مطاعا، وحصل انشقاق ومعركة، وانتصر النجاشي ومن معه على الجناح المنشق الذي خرج عليه، في قصة حضرها الصحابة من بعد، وأرسلوا من يأتي بالخبر سباحة ورجع إليهم، وبالتأكيد أنهم كانوا يدعون الله للنجاشي أن ينتصر، وأن دعوات الصحابة واكبت النجاشي في نصره على من خرج عليه. فقالت: أي لعمري، لقد صدقت، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا البعداء والطرداء. قالت في هذه الرواية: نحن كنا هناك صابرين
وذلك في الله وفي رسول الله، لأجل الله ورسوله. وأيم الله، ويصح أن تقول ويم الله، لا حلفت أن تخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أيم اختصار أيمن الله، أيمن من اليمين. حلفت أن تخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قال عمر. لما أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بعدما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها أنه ليس عمر بأولى بي منكم، وأخبرها أن لهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة هجرة واحدة، بينما أنتم الذين هاجرتم هذه الهجرة أنتم الآن لكم هجرتان، هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلي، هاجرتم إلى النجاشي وثم هاجرتم إلي. وفي مسند وبإسناد صحيح إلى الشعبي قال قالت أسماء بنت عميس يا رسول الله إن رجالا يفخرون علينا ويزعمون أن لسنا من المهاجرين الأولين، لأن الله مدح المهاجرين الأولين فقال عمر يعني نحن المهاجرين الأولون أنتم رتبة ثانية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم لكم هجرتان. قال بل لكم هجرتان، هاجرتم إلى أرض الحبشة ثم هاجرتم بعد ذلك يعني إلى المدينة. وفي رواية قال للناس هجرة واحدة يعني ولكم أنتم هجرة. الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والصحابة أحرص شيء على الأجر، وهذا شرف عظيم جدا، حصل هناك بين هؤلاء المهاجرين انتعاش وفخر وفرح وسرور بالغ لا يوصف، حتى أن أهل السفينة جاءوا أفواجا وأرسالا، سمعوا أن أسماء بنت عميس أخذت تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام أن لهم هجرتان وليست واحدة، فجاءوا يسألون أسماء فوجا بعد فوج. صحيح قال ماذا قال ونحو ذلك، لأنهم كانوا يحتسبون الأجر، يريدون أن يسمعوا هذه الكلمة. حتى أبو موسى وهو رجل طبعا من كبار رواة الحديث فقهاء الصحابة، يأتي بنفسه لأسماء بنت عميس يقول أسمعيني هذا الكلام مرة أخرى، أنا أسمعه منك عن النبي عليه الصلاة والسلام. يستعيدون الحديث، يكررون يستعيدون هاتي العبارة مرة أخرى، أعيدي علينا العبارة مرة أخرى، من فرحهم بهذا. هذه القصة فيها فوائد متعددة، فمن فوائد هذه القصة أن الإنسان المسلم يلقى وفياً لإسلامه ولو كان في أرض بعيدة. لقد بقي أولئك المسلمون في اليمن فترة من الزمن، أخبار المسلمين عنهم، أخبار مسلمي مكة عنهم منقطعة، لكن انقطاع الأخبار لا يعني انتكاس ولا ردة ولا تغيير الموقف، بل ثبات على الدين. وإن ما وصل إليهم الوحي الأخير أو سور الجديدة التي نزلت في القرآن بمكة أو الأخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذه أشياء تزيد الإيمان، لكن لو ما وصلت فالعهد، فهم على العهد باقون وعلى الدين ثابتون، لأنهم أناس مؤمنون دخلوا في الدين لله لا لشخص، وهم مستمرون على عقيدتهم وعلى دينهم، يعبدون الله بما وصلهم وبحسب ما عندهم من العلم. وهكذا الإنسان لو ذهب إلى بلد بعيدة، لو ذهب إلى بلاد الكفار، وهو درس آخر نستفيده من وجود أهل المسلم، من وجود المسلمين في الحبشة، لو واحد ذهب إلى أمريكا أو أوروبا أو بلاد المشرق إلى أقصى الدنيا وهو مسلم، فهو لا يزال على صلاته، يؤديها في أوقاتها بالطهارة والخشوع، ولا زال معه مصحفه،
يقرأ فيه ومن حفظه، ولا زال معه العلم الذي تعلمه، لا زال يذكر الله بالأذكار، لا زال يدعو الله بالدعاء، وهكذا لا زال مع إخوانه المسلمين قدر الإمكان. إذن الثبات على الدين حتى في بلاد الغربة درس عظيم يستفاد من هذه القصة. كذلك أن التحرك لأجل الدين ينبغي أن يكون نابعا من المصلحة، مصلحة الدين لا مصلحة الأشخاص. هؤلاء الناس بقاؤهم في بلدهم في اليمن من ناحية الدنيا أحسن، يمكن عندهم مزارع وعندهم عقار، عندهم بيوت، عندهم أهل، قبيلة. بلاد اليمن كان بلاد خير عظيمة لا تقارن بما كان عليه المسلمون من الشدة، ومع ذلك تركوا بلادهم مهاجرين. إن ترك البلد التي فيها أموال وفيها خير دنيا لله ليست مسألة سهلة. أن يترك الإنسان بيته ويذهب إلى مكان بدون بيت، يترك زرعة، يترك ثمرة ويذهب إلى مكان لا يجد فيه ثمارا ولا يجد فيه إلا شيء أشياء يسيرة. أين اليمن بخيراتها في ذلك الوقت مما كان يوجد في المدينة مثلا؟ خيرات اليمن أكثر بكثير. ولذلك فإن ترك هؤلاء لبلدهم لله ثمنه عظيم وقدره كبير عند الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس قد يترك بلده وفيها فقر، لكن هذا الذي حصل عكس ذلك، تركوا بلد خيرات لأجل خير الآخرة، تركوا خير الدنيا لأجل خير الآخرة، تضحية. كذلك في هذا الحديث المخاطرة لأجل الدين، ركوب البحر أليس شيئا خطيرا، خصوصا مع وجود القوارب أو السفن التي كانت بدائية في ذلك الوقت، ومعروف أن ركوب البحر خطير واحتمال هيجان الأمواج وحصول أخطار في البحر كبير. وحصل لعدد من العلماء في هذا المكان من اليمن إلى جدة رحلات بحرية ذكروها وذكروا الأخطار التي فيها، حتى ذكر الشيخ صديق حسن خان رحمه الله رحلة بحرية من اليمن إلى جدة لأجل الحج، وذكر ما حصل من تلاطم الأمواج بالسفينة التي كانوا فيها حتى أوشكت على الغرق، ورأى بعض الناس في خضم هذه الأهوال بدلا من أن يقولوا يا الله أنقذنا، كل واحد منهم جعل يقول وينادي الولي الذي يفزع إليه في وقت الشدة، يا عيدروس المدد المدد، يا بدوي المدد المدد، يا جيلاني المدد المدد، يا أبو العباس المرسي أنقذنا، يا شاذلي أدركنا، وهكذا. حتى أن أحد الموحدين قال اللهم أغرق أغرق فما بقي أحد يعرفك، كل واحد فزع إلى ولي وإلى بشر وترك الله. ولذلك عقوا التعقيبات تعقيب العظيم، أن مشركي عصرنا أسوأ من مشركي قريش، أولئك إذا ركبوا الفلك في الفلك واضطربت الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين، وهؤلاء لما ركبوا في الفلك واضطربت بهم الأمواج قالوا يا فلان يا فلان وتركوا الله عز وجل. فركوب البحر إذن خطير، ومع ذلك ركبوا البحر مع كون هذه الوسائل وسائل النقل البحرية بدائية، ركبوه لله وفي سبيل الله. فالإنسان في سبيل الدين يخاطر، لكن عندما تكون المصلحة متحققة، قضية الانتقال أن صدرت أوامر المسلمين بالهجرة، هذه مسألة يخاطر الإنسان من أجلها. وركب المسلمون البحر للجهاد، والغازي في البحر أعظم من الغازي في البر، لأن الغزو في البحر في خطورة مخاطرة،
ولذلك أجره أكثر. وقد طلبت إحدى النساء المسلمات من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها أن تكون شهيدة في البحر، وقد كان ذلك فعلا في غزوة في البحر رضي الله تعالى عنها، ركبت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام واستشهدت في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ يضحك، رأى قوما من أمته كالملوك على الأسرة يركبون ثبج البحر للجهاد في سبيل الله. هذه الجزر الموجودة، قبرص ورودس وغيرها من الجزر، فتحها المسلمون، عبروا إليها وعبروا إلى الأندلس، ركبوا البحر في سبيل الله وتفوقوا وانتصروا على الكفار. فإذا ركوب البحر على المخاطرة التي فيه أجر أعظم ولا شك. كذلك من فوائد هذا الحديث أنه يحق للإنسان أن يفتخر بالمزية الشرعية إذ ما لم يكن في ذلك كبر أو عجب، بشرط أن يكون هذا الافتخار صحيح، وأن فعلا هذه المسألة الميزة صحيحة وأنها أعظم، وأن ذلك من التحدث بنعمة الله ومن الفرح بثواب الله عز وجل. وكذلك في هذا الحديث انتقاء المكان المناسب للفرار بالدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وجه أصحابه إلى الحبشة وقال إن فيها ملكا عادلا رحيما، والنجاشي فعلا كان عند ظن النبي عليه الصلاة والسلام، حماهم حافظ عليهم وأكرمهم، ولكن وأسلم، ولكن قيل إنه كان مستسرا بإسلامه عن قومه، كان يخشى يعني لو أظهر إسلامه أن يخرجوا عليه، بل قد خرجوا عليه ولكن الله نصره بمن معه على من انشق عنه خرج عنه عليه. لكن قال بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله إن النجاشي كان مستسرا بإسلامه عن قومه. فالمهم أن انتقاء الحبشة واضح فيه جدا الأسباب التي أدت إلى اختيار هذا المكان، من وجود ذلك الحاكم الذي يعدل ولا يظلم، وهكذا حصل فعلا وجود قاعدة مهمة للمسلمين في ذلك المكان. ولم يقصر الصحابة في الدعوة في بلاد الغربة، وهذه فائدة أخرى، أن الإنسان إذا ذهب إلى بلد غربة صحيح يكون ضعيف ويكون العلم قليل ولا يكون هناك مدد من إخوانه والعلماء والمشايخ ونحو ذلك، لكن هل يمنعه عن الدعوة؟ بعض الناس إذا ذهبوا إلى الخارج ينكفئ على نفسه وينزوي على نفسه ويشعر بالوحشة والغربة ولا يفعل شيئا للدين. لكن هؤلاء الصحابة لما هاجروا الحبشة مع أن أرض بعداء وبغضاء وكفار نصارى، لكن اشتغلوا بالدعوة واشتغلوا مع رأس الهرم ومع القمة ومع الأحبار مع الرهبان والقساوسة الذين كانوا مع النجاشي يدعون الله عز وجل، يعبدون الله في تلك الأرض، أنتم سيوم بأرضي أحرار آمنون ولا أحد يؤذيهم، فهم يعبدون الله تعالى في تلك الديار. ففيه أن الإنسان إذا ضيق عليه في دينه يخرج، ما يبقى في مكان لا يستطيع أن يقيم فيه شعائر الدين. هذه مسألة مهمة جدا، إذا وجد الإنسان بأرض لا يستطيع أن يجهر فيها أو يظهر شعائر الدين، لا أذان ولا صلاة، نعم لا يستطيع أن يظهر شعائر الدين ينتقل عنها. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ غير معذور بالإقامة في بلد لا يستطيع أن يصلي فيها أو لا يستطيع أن يؤذن فيها، لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام فيها، فعند ذلك يتركها إلى بلد آخر أرحب وأرحم. ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة، مراغما يعني يرغم أنوف الذين أخرجوا. واحد في أرض فيها
شدة على المسلمين ولا يستطيعون إقامة شعائر الدين فيها الظاهرة، وما عنده قوة ليغير الواقع، فماذا يفعل؟ ينتقل إلى أرض أخرى يعبد الله فيها ويظهر فيها شعائر الدين، لأن ظهر شعائر الدين مسألة مهمة، مسألة حياة ومسألة حياة للدين، مسألة دعوة ونشر للدين. ولذلك إقامة الشعائر، الإعلان بالشعائر، إعلان الأذان عن الصلاة وحتى صلاة العيدين. ونحن نقول إخوان دائما، حتى الذين يسافرون الخارج وحتى الأقليات الإسلامية الموجودة في الخارج، لا تجعلوا دائما الشعائر داخل أماكن مغلقة. الآن صلاة العيدين مثلا كيف هي في السنة؟ في مكان مفتوح، في صحراء، في مكان غير مغلق، مكان مكشوف، هذا السنة أن تقام فيه. هذا الباب إقامة شعائر الدين، تخرج النساء والحيض وذوات الخدور المخدرات في البيوت، الأبكار وغير المتزوجات يخرجن يشهدن الخير، فيكون هناك إظهار للدين، لأن إظهار الدين يلفت الأنظار ويجعل الناس تأوي. أبو بكر الصديق ابتنى مسجدا بفناء داره وجعل يقرأ القرآن، والناس في الشارع يمرون، فجعل أبناء المشركين نساؤهم يتقصفون عليه، ازدحام، يزدحمون على أبو بكر الصديق، لأن إعلان صوت الحق مهم في الدعوة، مهم. كيف يعرف الكافر أن هنا دين وهنا إسلام وهنا شعائر؟ هنا كيف إذا ما أعلنت الشعائر؟ ولذلك إذا تعذر إقامة الشعائر في مكان، في بلد، يهاجر الإنسان. أرض الله واسعة رحيبة، ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة، فإذا خرج إلى أرض أخرى أرغم أنف الذي أخرجه منها وأرغم أنوف الذين ضيقوا عليه في ذلك البلد، حتى يتمنون لو قتل ولو أن، بل ربما ينتمون على إخراجه ويقولون ذهبا بين أيدينا، ثم قد يلاحقونه ويطالبون به ويريدون بأي طريقة إعادته من الغيظ الذي أصابهم لما انفلت من بين أيديهم. فإذن الخروج إلى أرض يعبد الله فيها، هذه مسألة بالنسبة للدين، حياة وموت. ليحيا دينك، إذا لم تستطع إقامته أخرج، هاجر، والله عز وجل تكفل بالعون لمن هاجر في سبيله، تكفل أن يعينه المهاجر في سبيله ويغنيه وينصره ويحميه ويحفظه. ولذلك الذي يبقى تحت حكم الكفار غير معلن للدين حتى يموت أو يموت الدين دينه، الملائكة تقول لهم عند الوفاة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا لم تهاجروا؟ وكذلك من دروس هذه القصة أن بعض المسلمين وضعهم أهون من بعض، وبعض المسلمين وضعهم أشد من بعض. فلما قارنت أسماء بنت عميس، قارنت مع وضعها الذي كانت فيه مع المسلمين في الحبشة مع وضع عمر بن الخطاب في المدينة مع المسلمين في المدينة، قالت: معكم رسول الله يطعم جائعكم مما يأتي من الصدقات والغنائم والأشياء، يوزع عليكم ويعظ جاهلكم، وعندكم مصدر العلم، وعندنا نحن كنا صابرين في دار البعداء والبغضاء، أين صبرنا من صبركم؟ صبرنا أعظم، صبرنا أشد. فالآن لو أخذت على مستوى العالم أوضاع المسلمين تختلف في الشدة واليسر، تختلف. ولذلك الثواب على قدر الصبر، ما دام كل واحد في مكانه يؤدي دورا، ما دام كل واحد في مكانه يؤدي دورا فالثواب على قدر الصبر. يعني نحن الآن هنا عندنا أموال وعندنا خيرات وعندنا أثاث وعندنا متاع وعندنا بيوت وعندنا سيارات وعندنا، في بعض البلدان لا يوجد هذا الكلام عند بعض المسلمين أبدا، حفاة، عراة، بيوت لا يوجد، فيضانات، أشياء ما يجدون، ما وجد بعض المسلمين في الصومال إلا الأشجار يتسلق عليها من الفيضانات ويتعلق بأغصانها يقعد فوقه، إذا سقط الولد تحت انتهى، إذا سقط الطفل يمين يسار، وضع واحد على غصن شجرة، أنت فكر الآن
واحد على غصن شجرة يعيش على فوق الغصن تحت مياه عميقة ولا يمكن، فيضانات غمرت كل الأرض ما وجد إلا شجرة يتسلق، العائلة كلها فوق على أغصان الشجرة، والولد ربما يميل يمينا أو يسارا يسقط من أمه تحت يغرق، ما يستطيع الأب ولا الأم أن ينزل لإخراج الولد من هذا التيار الماء المتدفق. تقارن يعني وضع هؤلاء بوضعنا نحن في بيوتنا وفي عمائرنا وشققنا وفللنا، هؤلاء أين صبرهم على اللأواء والشدة من صبرنا نحن؟ وكذلك أنت الآن إذا أردت أن تذهب إلى درس في مسجد بالسيارة، تشغل السيارة تمشي تصل، في بلد آخر ما في كلام سيارات، الحافلات إذا وجدت مكان في الحافلات، إذا وجدت، لأن الوسائل النقل مزدحمة، فلكي تحضر درسا في مسجد أحيانا تحتاج أن تمشي ساعتين مثلا، ساعتين مشوار حتى تحضر درس، وهنا بخمس دقائق شغل السيارة وتصل. إذن الأوضاع ليست سواء، وأيضا بالنسبة للطعام وبالنسبة لللباس وبالنسبة، يعني أحيانا الواحد يقول كتاب، كنت مرة قد أعطيت بعض الإخوان كتاب 40 نصيحة لإصلاح الزوج كتيب صغير، قلت هذا خذوه معكم إلى تلك البلاد وزع، يعني تعطونه لمن؟ قال وين، أصلا ما في بيوت حتى تصلح، ما في بيوت، الناس في البراري والقفار، وإيش لا يوجد مكان حتى يعيش فيه هؤلاء. ثم تقول يعني أشرطة في البيت ورفوف الكتب والأشرطة، واجعل مكتبة صوتية في البيت، ما في مسجلات أصلا ولا في أشرطة ولا وضع مأساوي. فإذا نحن قد نتكلم أحيانا في أشياء في الدعوة، ونتكلم في على مستوى إمكانات موجودة متوفرة، لكن في بعض المسلمين ما عندهم إمكانات هذه مطلقة. وتقول مثلا وطالب العلم إذا ما وجد شيوخ يسمع الأشرطة، يسمع أشرطة المشايخ، طيب ما عنده مسجلات أصلا حتى يسمع أشرطة المشايخ. فلما قالت أسماء أنتم مع النبي عليه الصلاة والسلام يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، ونحن في أرض البعداء والبغضاء، الإمكانات إذن في بلاد المسلمين تختلف. ولما صبرت أسماء بنت عميس ومن معها صار لهم هجرتان بسبب صبرهم والشدة التي لا عانوها. فإذا كل مسلم يصبر في المكان الذي هو فيه تقتضي المصلحة الشرعية وجوده فيه، يكون أجره على حسب صبره، ربما يكون لبعض المسلمين من الأجر أكثر بكثير مما لنا نحن في مكان فيه إمكانات متوفرة وخيرات وأموال وأوضاع مادية جيدة وأنواع من الطعام والأثاث ونحو ذلك. كذلك من دروس هذه القصة أنه إذا حصل خلاف علمي المرجع إلى أهل العلم. فالآن حصل خلاف علمي بين أسماء بنت عميس وعمر الخطاب، أي الفريقين خير وأفضل؟ أي الفريقين؟ عمر قال نحن هاجرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، نحن أولى به، أنتم ذهبتم إلى الحبشة، نحن أولى. فتقول أسماء ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرجع في الخلاف إلى أهل العلم، ما هو الأفضل، ما هو الأحسن، إلى أهل العلم. درس آخر، الأمانة في النقل. الأمانة في نقل إيش؟ الخلاف والسؤال. لأن الآن مع الأسف يا أخوان بعض الناس إذا صار بينهم خلاف في مسألة علمية كل واحد ينقلها إلى الشيخ بطريقة تختلف عن الآخر، وتجد تحريف تغيير حسب هوى الشخص. ولذلك قالت أسماء بنت عميس، وهذا درس عظيم جدا في نقل السؤال، الآن خلي نقل الجواب والفتوى، هذه مسألة بدهية وسنأتي عليها،
لكن في مسألة قبلها وهي قضية الأمانة في نقل السؤال ونقل الاختلاف الذي حصل في مجالس يختلف فيها بعض الإخوان، بعض الشباب، بعض يختلفون في أيهم أفضل وأي وكذا، والحكم هذا أو هذا اختلفوا ونقول اختلفنا. طيب نرجع إلى أهل العلم، كل واحد يصور المسألة بشكل يختلف ويصور النقاش بشكل يختلف، فلا بد أن تكون هناك أمانة. فتقول أسماء رضي الله عنها: وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. سأنقل الحوار بالضبط كما حصل، الحوار بدقة، سأنقل الحوار بدقة وأسأله عن رأيه فيه، لا أزيد ولا أزيغ ولا أكذب. وهكذا حصل، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. هنا درس للمفتي من آداب المفتي، ومن الحقيقة أنه أيضا تربية، موقف تربوي. قال: فما قلت له، يريد أن يعرف أيضا ماذا قالت هي وما هو رأيها هي أيضا. قالت: قلت له كذا وكذا. جوابها، لأن استطلاع رأي الطرف الآخر، معرفة من الذي أصاب الحق، مهم في اكتشاف الأشخاص والفقه والفهم الموجود لديهم. فما قلت أنت. وكذلك في هذا الحديث الفيصل الذي يخرج من كلام العالم يحسم الخلاف، لأن بعض الناس يقولون: نرجع للعالم، اختلفنا نرجع للشيخ ونرجع للعالم، يسألون العالم ثم يختلفون بعد ذلك. بعضهم يفسر كلامه ويقول: لعله ما فهم عليه، لعلك ما فهمت الشيخ، ولعلك ما شرحت له. قد يكون أحيانا صحيح، هناك تقصير في الشرح، ولكن بعض الناس أحيانا يرفض الفتوى لأنها تخالف هواه، فيقول: لا، أكيد أنك أنت ما سألته بشكل سليم وما شرحت له القضية كما حصلت. فهناك شجار وخصومات، وأحيانا تكون الفتوى مكتوبة ومطبوعة، ومع ذلك يقولون لا أفيها. ما حصل هنا، هناك كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيصل في الموضوع، فصل في القضية، انتهى. ما أحد يعترض ويرد الإرادات ولعله ولعله، ما انتهت القضية، حسمت. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك من دروس هذه القصة فرح الصحابة رضوان الله عليهم، فرحهم بخبر الأجر والمنزلة التي لهم عند الله. هذه عاجل بشرى المؤمن، هذه عاجل بشرى المؤمن. ولذلك من شدة فرح أهل السفينة جاءوا أفواجا وأفواجا، فوجا إثر فوج، يسألون ويستعيدون الحديث من أسماء. ودرس في تواضع أبي موسى الأشعري، ما قال: أنا أفقه من أسماء وأنا رجل، هي امرأة أرسل لها ولد الصغير يأتيني بالكلام. ذهب هو بنفسه. فلقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني. لقد عبرت عن الفرح بتلك الكلمات: ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان يشرك أهل بيته في الأجر. لقد خرج أبو موسى وأخواه، أبو رهم وأبو بردة. الله إذا أراد بأهل بيت خير جعلهم شركاء في الدعوة، شركاء في طلب العلم، شركاء في الخير، يحضرون مجالس الخير. ثلاث إخوة خرجوا من بيت واحد، مهاجرين إلى الله ورسوله. فالإنسان عليه أن يحرص على إشراك إخوانه، إخوته. أولى الناس الأشقاء. كانت منة موسى على هارون عظيمة لما طلب من الله أن يجعله نبيا معه، نبيا، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هارون أخ
وأشركه في أمري وصار نبيا مع موسى. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يتقيد بالتعليمات التي جاءته في الله وفي سبيل الله من أهل العلم، فإن جعفر رضي الله عنه قال لأبي موسى ومن معه أقيموا معنا، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلينا أن نجلس هنا فنقيم، فأنتم أيضا أقيموا معنا، وهذا ما حصل، فالتزموا بذلك. وكان جعفر رضي الله عنه سيدا حكيما جليلا، وهو الذي قاد دفة المسلمين ربانا ماهرا في بحار بلاد الكفر في الحبشة، وكانوا جراء في الحق، ولعل جرأتهم كانت سببا في هداية النجاشي رحمه الله تعالى، فقد أجمعوا أن يقولوا الصدق وما يعتقدونه حقا في عيسى ومريم. وكذلك في هذا الحديث إكرام أهل السبق والذين تحملوا، مع أنه ما حضروا المعركة لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشركهم، يعترف لأهل الفضل بفضلهم، تقدر المواقف، تقدر. إذا ما قدرت المواقف نخسر الأشخاص، إذا ما قدرت الموقف تخسر الشخص. النبي عليه الصلاة والسلام أكرمهم وجعلهم مع أهل الغنائم مع أنهم لم يشتركوا في المعركة، لما صبروا ولحاجتهم رضوان الله تعالى عليهم. هذه طائفة من الدروس التي اشتملت عليها هذه القصة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحب أصحابه ويقتدي بهم ويهتدي بهديهم رضي الله تعالى عنهم. بالنسبة لما طلبناه سابقا، كلمة درك بسكون الراء، أعوذ بك من درك الشقاء، قال في النهاية في غريب الأثر والحديث لابن الأثير: الدرك اللحاق والوصول إلى الشيء، أدركته إدراكا، ودركا المصدر. وأما الحديث درك الشقاء يعني يستعيذ بالله أن يدركه الشقاء وأن يلحق الشقاء به. طيب، قال صاحب اللسان في الحديث: أعوذ بك من درك الشقاء، الدرك اللحاق والوصول إلى الشيء، أدركته إدراكا ودركا. والإدراك اللحوق، يقال مشيت حتى أدركته وعشت حتى أدركت زمانه. من الذي أتى بهذا؟ حتى نسأله عن ضبط الكلمة. ما في أحد؟ جاءت واحدة من الهواء. طيب، قال عبد الأثير أيضا في حاء وباء: ربي تقبل توبتي واغسل، وهذه غير مضبوطة بالشكل، قال حوبتي أو حوبتي أي إثمي. ومنه الحديث: اغفر لنا حوبنا أو حوبنا أي إثمنا، وتفتح الحاء وتضم. إذن حوبنا صح وحوبنا صح، الحمد لله. كل الآراء صحيحة في هذا. ومنه حديث الدعاء: إليك أرفع حوبتي أو حوبتي أي حاجتي. وهذا في النهاية في غريب أثر الحديث،
قال ابن الجوزي: قوله اغسل حوبتي أي إثمي، ومثل الربا 70 حوبا أي 70 ضربا من الإثم. وفيه لغتان: فتح الحاء وضمها، الربا 70 حوبا أو 70 حوبا. غريب الحديث لابن الجوزي. طيب، هنا مضبوطة بالشكل أيضا: ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي. ومن الحديث: اغفر لنا حوبنا إثمنا، وتفتح الحاء وتضم. وقيل الفتح لغة الحجاز والضم لغة تميم، يعني كلاهما من لغات العرب.